بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، يعلم الله أنني قادم لمشاركتكم ذكرى وفاة والد الجميع وحبيبهم السيد زيد محمد نظامي، الذي يسأل الله العظيم الغفور الرحيم أن يغفر له ويجمعنا به وإياكم في جنات النعيم. وأشكر جزيل الشكر والعرفان للأخ محمد إقبال على مرافقته لنا في السفر والاهتمام بذلك، وكما أشكر الأخوة عبد الرزاق والأخ محمد جافيد والأخ محمد شجيه على ما قاموا به من استقبال بالورود والابتسامة وروح الإنسانية التي هي من الاحترام وطيب إخلاق بإخواننا في كيرلا. وهذه من نعمة الإسلام علينا، وأنني سعيد في مشاركتكم الأجر والاجتماع في ذكرى وفاة السيد زيد محمد نظامي، والدعاء المغفور له بإذن الله، الذي كان يهتم في تعاليم الدين الإسلامي وتعليمه للأجيال من بعده، وتنسيق الكليات الإسلامية والاهتمام في وافي ووفية. جعل الله جميع من في كيرلا وجميع العالم وافي ووفية إن شاء الله. إنني تمنيت زيارته وقت مرضه رحمه الله، والسلام عليه، وهذا حق علينا ردا على زيارته لنا في السعودية في منطقة القصيم، وتقديمه هدية إذكارية لنا من نفس طيبة وبأخلاق واحترام منه رحمه الله. ولا أريد أن أطيل عليكم، وفي الختام أسأل الله العظيم أن يجمعنا وإياكم مع فقيدنا السيد زيد محمد نظامي في الفردوس الأعلى من الجنة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم من السعودية صالح عبد العزيز الحربي.